ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى، وبما ان احنا خلاص داخلين على عيد الاضحى، جبت لكم مجموعه كلمات ليها علاقه باللحمه، قصدي بعيد الاضحى. انا اسمي احمد حسن، وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. اول حاجه هنتكلم عنها هو معنى عيد الاضحى، واحنا ممكن من منتهى البساطه نقول عيد الاضحى، او ممكن نقول Greater Bayram. Greater Bayram. Greater Bayram. We visit each other in Greater Bayram، يعني احنا بنزور بعضنا البعض في عيد الاضحى. وكمان معانا كلمة sacrifice، و sacrifice ممكن تيجي بمعنى الاضحية نفسها، او ممكن تيجي بمعنى يضحي. For example، مثلا Muslims sacrifice in Greater Bayram، يعني المسلمين بيضحوا في عيد الاضحى. او ممكن نقول Muslims buy sacrifices in Greater Bayram، يعني المسلمين بيشتروا الاضحيات في عيد الاضحى. Slaughter معناها يذبح. We slaughter sacrifices in Greater Bayram. We slaughter sacrifices in Greater Bayram. يعني احنا بنذبح الاضحيات في عيد الاضحى. وكمان ما ننساش كلمة celebrate. وcelebrate معناها يحتفل. فممكن مثلا نقول Muslims celebrate Greater Bayram all over the world. يعني المسلمين بيحتفلوا بالعيد الاضحى في جميع انحاء العالم. وما ينفعش نتكلم عن عيد الاضحى من غير ما نتكلم عن الحج. والحج بالانجلش اسمه pilgrimage. 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 For example، مثلا Muslims try to go on a pilgrimage at least once in their lives. يعني المسلمين بيحاولوا يروحوا دايما يأدوا فريضة الحج ولو مرة واحدة في حياتهم. وكمان معانا كلمة ritual، وritual معناها شعيرة، جاي من كلمة شعائر. For example، مثلا slaughtering is an important ritual in Greater Bayram. الذبح هو شعيرة مهمة من شعائر عيد الأضحى. وطبعا صلاة العيد اسمها Bayram Prayer. Bayram Prayer يعني صلاة العيد. والصدقات أو التبرعات اسمها Donations. Donations. For example، مثلا Muslims give donations all the time. يعني المسلمين بيعملوا صدقات أو بيؤدوا الصدقات والتبرعات طوال الوقت. بما إن احنا بقى داخلين على عيد بقى والكلام ده، يلا غني ورايا. Porridge يعني فتة. Porridge يعني فتة. خروف يعني sheep. Sheep يعني خروف. Meat يعني لحمة. لحمة يعني meat. Mutton. Mutton. Mutton لحمة الخروف. لحمة المعيز اسمها goat meat. لحمة المعيز اسمها goat meat. بقرة يعني cow. جاموسة يعني buffalo. بقرة يعني cow. جاموسة يعني buffalo. أما بقى beef دي لحمة بقر أو جاموس. أما بقى beef دي لحمة بقر أو جاموس. أما لحمة العجل دي اسمها veal. أما لحمة العجل دي اسمها veal. واللحمة المفرومة اسمها minced meat. واللحمة المفرومة اسمها minced meat. Happy عيد الميلاد. Allah accept from you. Happy عيد الميلاد. Allah accept from you. Happy عيد الميلاد. Allah accept from all of you. Thank you and see you next time in next video. Bye bye.